السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل اللهم عليكم وطاعتكم. المكلف إذا سافر سفرا شرعيا يجب عليه أن يصلي الصلاة الرباعية قصرا، والمقصود بالمسافة الشرعية هو أن يقصد أن يقطع المسافة التي تقدر بأربعة فراسخ ذهاب وأربعة فراسخ إياب، يعني كما هي عند المشهور الفقهاء 44 كيلو ذهابا أيابا، هذه المسافة الشرعية. السؤال: من أين أبدأ أحسب المسافة؟ هل هو من البيت اللي أنا فيه أحسب المسافة، أو من الحي اللي أنا ساكن فيه، أو من منتهى البلد الذي أنا فيه؟ طبعا المسافة تختلف، واضح ولا لا؟ فأنا ربما أكون في وسط بلد كبير مثلا من الدمام أو الرياض، من البيت إذا أحسب ربما يحتاج لي 10-20 كيلو يا الله أخرج من البلد، فهل هذه تحسب أو لا تحسب؟ الفقهاء يقولون بداية الحساب تكون من منتهى آخر بيوت البلد، ما تحسب من البيت ولا من الحي الذي أنت فيه، آخر بيوت البلد. فمثل ما قلت لك ربما خروجك إلى آخر بيوت البلد قد يحتاج 15-20 كيلو، إنما تبدأ من آخر البيوت. زين، عرفنا الآن البداية، النهاية كيف؟ النهاية اللي أحسبها كيف؟ هل هي من بداية البلد الآخر أو إلى المقصد الذي أريد أن أقصده؟ هذا يختلف. شوف الآن مثلاً، لو فرضا أنا أسكن بلدة مطيرشي، زين، وأنا أقصد أريد أن أذهب إلى مستشفى الملك فهد، إذا أبغي أحسب من المطيرشي إلى أول الهفوف، باعتبار المستشفى وين واقع فيه؟ في الهفوف. إذا أحسب من المطيرشي إلى أول هفوف المسافة ما تتجاوز 12 كيلو مثلا، 12 كيلو ذهاب أياب 24، ما تصل مسافة شرعية. إذن أنا أصلي ماذا؟ أصلي التمام مفروض. أما إذا بحسب من مطيرفي إلى المستشفى نفسه، ربما، ما أقول أقول ربما أن تبلغ المسافة 22 كيلو ذهاب 22 كيلو أياب، فش يصير الحكم؟ أصلي ماذا؟ قصر. إذن أكو فرق بين أن أجعل المنتهى أول بلد الآخر وبين أن أجعل إلى المقصد. هذا الاختلاف اختلف فيه الفقهاء. مشهور الفقهاء أنه إلى البلد الذي تريد أن تذهب له، مو المقصد، البلد. إذن على هذا رأي المشهور، اللي في مطير في قصد المستشفى يصلي التمام، لأن من أول من نهاية بيوت مطيرفي إلى أول بداية بيوت الهفوف لا تأتي مسافة شرعية. أما السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، الحساب يكون إلى المقصد. إذن على رأي السيد السيستاني يقول إذا كانت المسافة إلى المستشفى تكون 22 كيلو، خلاص تصلي القاص، يعني إذا رحت المستشفى لا سمح الله وبغيت تصلي صلاة الظهر، على رأي السيستاني شنو تصلي؟ قصرا. أرجع وأقول هذا مثال، مو واحد يجي يقول لي بعد أنا أصلي، لازم نحسب حسب البلد، لكن أريد أن أعطي الفرق عند الفقهاء بين من يقول أن المقصد هو الاعتبار أو البلد، لأن يختلف الحكم اختلاف كبير، وعلى هالمجرة نطبقه. واضح؟ وصلى الله على محمد.